مرحبا. أظهرت دراسة حديثة حسب وكالة رويتر أنه كثرة المخلفات الفضائية يلي بتدور حول الأرض مثل الأقمار الصناعية وغيرها ممكن تصطدم ببعضها بسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي، وهالشي ممكن يؤدي لسقوطها على كوكب الأرض. وعودة للطقس، اليوم بلبنان غائم جزئيا الى غائم مع امطار متقطعه وبتشتد احيانا بترافقها عواصف رعديه وانخفاض بدرجات الحراره. وهلا بنبقى بجوله على معدل درجات الحراره ببعض المناطق اللبنانيه، وبنروح تحديدا صوب عكار حيث عم بتسجل اذا عكار 12 والطقس عم بيكون غائم ومع هطول للامطار. جبال 17 على ساحل بيروت 19 وصيدا 18، سور 18، بنت جبال 13، نبطية 14، بيت الدين 11، برمنا 17، زحل 12، وبعلبك 11، وأخيرا الهرمل 14. أما بالنسبة للرطوبة فبتتراوح بين الـ 40 والـ 75%، حرارة سطح المية 23 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. أما بالنسبة للرياح فهي جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم بكرة وبعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 16 و 23، وبكرة بين 16 و 22 مع هطول للأمطار، ونهار الأحد بين 15 و 22 والطقس عم بيكون غائم. أما هلأ ومثل عادة بترككم تقوموا بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الرياض 21، مسقط 24، أبوظبي 25، طرابلس 18، تونس 17، وأخيرا بنوصل لروما 14، برلين 5، ولندن 6 درجات. وهيدا كمان جونا، خليكم لجو الأخبار.